صدقوا ان انا يعني قعدت اذاكر تحيه كاريوكا من امبارح، وبعدين بعد الظهر كده حسيت ان زمايلي قالوا كل حاجه عن تحيه كاريوكا، فقلت يعني خلاص بقى يعني اقول كلمتين وخلاص. اتضح ان انا رخي جدا يعني، ولسه عايز اقول حاجات مش عارف يعني ده صح اعلاميا ولا غلط ولا ايه، بس خلاص يعني امركم لله. في فيلم كان لرشدي اباظه وتحيه كاريوكا، واول مره تشتغل مع حسن يوسف، الكلام ده انا سمعته من حسن يوسف في تسجيل يعني مش شخصيا، ربنا يديله الصحه ويخليه لنا فنان كبير وجميل وانسان رائع حسن يوسف. فرشدي اباظه قال له بص اسمه، بقول لك ايه، بس الست دي بقى صعبه جدا وعنيفه وكده، ولازم تتشكم في الاول، اول ما تخش تروح مديها كلمتين جامدين كده تبص ده ايه تعادلت معاك على الاخر. قال له يعني ليه يعني كده؟ قال له ما هو انا بقول لك بدل ما هتتبهدل في التصوير، انا بقول لك نصيحه يعني يا حسن. فقال له ماشي يا رشدي. فبداوا يقول دخل هو ورشدي، رشدي بقى انسحب لورا كده وسابه هو دخل. فدخل حسن يوسف، تعالى يا واد، طريقتها كده. لا واد واد ايه انت تحترمي نفسك وانا بشتغل عندك؟ بيشكم تحيه كاريوكا. قلت له نعم اخويا، وهوب بالكرسي ودب. مين هناك بيضحك؟ رشدي اباظه. دخل بقى رشدي قال لها انا قلت له كذا. فقالت له بص يا حسن بعد شويه بقى في مشهد هيخلص كذا، هنخلص المشهد وبعدين رشدي طالع هيلبس بدله بيضة وعنده حفله بالليل، ولابس السموكن البيضة ديت مش عارف ايه، كان ليها اسم كده مش عارف اسمها ايه كده نسيت اسمها. فلابس بدله بيضة وقميص ابيض وكرافه والحاجات بتاعت زمان دي، وهو بيعمل مشهد بمطرة وترمل في التراب في الاستوديو وبيقع في المطرة وبيتبهدل خالص. فقالت له أول ما تخلص المشهد تروح حضنه، بوظ له البدلة لو راح بيها السهرة. فقال لها ماشي. نزل رشدي أباظة وهم بيصوروا المشهد قعد يضحك على رشدي على أحمد على حسن يوسف ورماه بالمية برضه وبيضحك. وبعدين قال سلام ولابس البدلة البيضاء بتاعها. فحسن قال له رشدي تعالى دقيقة واحدة. فرجع له قال له مع السلامة. فدي مقالب كانوا بيعملوها مع بعض زمان وكانت حلوة.